ثورية من ولاية نابل، مدينة تونسية أطلق عليها قديما اسم أكيلاريا أو بلاد الصقر، خاصة أنها تعود الفترة القرطاجنية. تجولنا بالهوارية والتقينا عديد من الأهالي. البداية كانت من سواحل مدينة الهوارية، سواحل تميزت بجمالها، لكن هنا مشكل الاعتداء على الملك العمومي البحري أصبح كبير أمام صاحبي المشاريع المنتشرة تقريبا على كامل ساحل الهوارية. عديد قرارات بالهدم والإزالة ولكنها لم تنفذ بعد. هي المشكلة هنا كونه فهمتني أنا خدمت كريتها في 2012 حتى 2016 مخلص الكارية، مراني كان سيد الوالي فهمتني جاب قرار فهمتني قال لي باش تطيح، وأنا كاري من البلدية والعقد الكراء اللي هو موجود على ملك البلدية، دخلت الماء والضوء بالمال الخاص، شريت ماتيريال وصرفت عملت انفستيسمون أنا وقعدت ترميمها وتحسينها ونظافت مكان، وفي فصل الصيف يخدم معايا 6 من الناس، 35 سنة هذه ما دخلت حتى شيء، من 2012 حتى التو ولا تدخل، نخلص في البلدية، نخلص في كل شيء، الباتين حتى من الباتين ده موجود اكتيفيتي بذات، مانيش عارف أنا سيد الوالي علاش جاب القرار هذا، مانيش عارف، الخمسة قرارات هضم إلى الناس المزمرة الزواولة الزواولة الزواولة، فهمتي؟ نحاو سي فلان خاطر عنده فلان، ونحاو فلتان خاطر عنده فلان، أنا ما عنديش باش ندفع مليون لسي فلان، واللي ما عنديش فهمتي باش نعطي حوتة لسي فلان. تنفذ على الناس الكل، لا بذات يطيح، أما اللي كان تنفذ على واحد زوالي، وواحد لاباس عليه ما تنفذش عليه، راني نين لب الراس. ناس بطالة، ناس زواولة. الهوارية تخدم شهر، كنا نخدم على شهر، فما قرارات هدم ما جيش بالطريقة هذه، فما ناس لبس عليها متجاوزة ضربة بعض، واحد واخو اختار، واحد واخو ثلاثة مراجع، وناس في 100 متر ولا 50 متر يعملوا في مكة على الدنيا سلام. برت الهوارية برت صغير، لكنه برت ينتج في كمية لبس بها من الحوت. البحارة يطالبوا بصيانة عاجلة للبرد، خاصة من أنه أصبحت حال طورة. تقسيم برشة تجهيزات الإجرية ذي تشوف أربع فلايك وكهو مكين ثلاثة هنا بتخذي معاشة بخمش بيع الحوت تقاش ونتبيع تحط حوت في فريق وما تلقاش ونتحط يعني برت الهوارية ضم في حاجة جملة لا في لثلش لا فريق ولا قشارة لا هبر علاش فماش فريق أنا 10 توفليك ما راح تعطيني قدام كيف الدولة تخرج وكلت موانا ما باش تبدل الماكينة المفروض عليها هي كل شيء وتمدها له جاهز منا مش محفوظة حتى نهار نجيو ما نلقاوش ليك منو للجبل الضو ما فماش هاك تفصل وريش صارت هذا هيك على ناقصين فليك وناقصين برشا حاجات نحبوا على تجهيزات نحبوا على برشا حاجات أنا قرية يلزمنا قرية ومنشر هذه المشكلة كبيرة في البرد هو الدعاء البرد ما عندنا حتى واحد كنا نتكلم كلهم هذا جاب دراهم برت شنو صغير ونظرا ولات السياحة معروفة برشا يعني يلزم البرت يكبر برشا الضو مش داير بالضو مش كامل الضو نتاعو والسور زادا مش كامل والهوارية تحتاج للبرت ما عندهاش موارد أخرى يلزم البرت يكبر بس باش الناس تنشط فيها أكثر 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 وكثر الشباب قاعد وبطال وقاعد يترمي على البحر يجيب من البحر. الهوارية مدينة الصقور، مدينة السيف والبرني، فمنذ أكثر من 45 سنة تحتفل المدينة بمهرجان البيازرة. تحولنا المقر النادي ورئيس جمعية البيازرة يطالب بإدراج الجمعية كجمعية سياحية ويطالب من السلطات المحلية والجهوية بمزيد من الإحاطة والدعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهادي بن فرج رئيس الجمعية الجهوية البيازرة لولاية نابل بالهوارية، هي الجمعية الوحيدة مختص في فن البيازرة وخاصة جهة الوطن القبلي. المقر نتاعها منتصب على ربوة فيها مزيج من البحر والجبل ومطلة كذلك على جزيرة زمبرة وزمبرتا. جاونا الحق مسؤولين على المستوى الجهوي من وزارة السياحة قدمونا دعم تقريبا 20,000 دينار كدعم لترميم سطوح النادي والمدخل الرئيسي للنادي كما تشوف والأبواب. لكن مطلبنا لأنه يبقى باش ما عادش احنا نقعد ديما نمدوا يدينا للدعم أنه يقع إدراج النادي بالمسلك السياحي لوكالة الأصفار وتولي بالتالي وجهة سياحية. هذا يوقع بالتعاون مع الجمعية الجهوية للصيد البري بنابل، كانت هي تعاونت معنا ووفرت لنا تقريب جهزت لنا القاعة لكن تنقصنا التجهيزات يعني الأسلحة الهواء المضغوط ما توفرت لناش حتى التو. في صلب الأحياء الشعبية بالمدينة
حي الازدهار من أكبر الأحياء بالمدينة، حي مهمش بأتم معنى الكلمة، والأهالي تريد وتطالب بتهيئته من طرف السلطة المحلية. حيث كان هي بالنسبة للحومة هذه عنا نوع حقرة، راهو بالنسبة كمنطقة معتنين بحي سلامة وبلايس خرين وكل شيء، رغم اللي ولاد بلاد احنا كنا نحبوا البلاد كل تتناول، لكن بنية تحتية هني متهرية لأبعد الحدود ومنسوبين على شرط الساحلي كونه احنا زعما ولايتنا بالكابون وكل شيء، لكن احنا فينا مناطق داخلية كما تشوف هذه تو فماشي أكثر من الواحد، لا زيقوات ولا معناها ماهم زودين لا بالماء صالح للشرب ولا بالكهرباء ولا حتى شيء، أنه صنيت معناها أشرب ولا طير قرنك، يا ما يمشي للصبرين أشرب الصبرين ومنعوا علينا البير هلا مات، وقال له أشرب من سبالة باش تموت، طلبنا طلبنا مسؤولين ديما، ولذا أخويا ما فماش الناس تستغيث كل شيء ولا من مجيب. هيا ضايا هاكم تشوفوا احنا كاش نعيشوا لهنا ونعيشوا في الدروقة وما عملت لنا حتى شيء، البلدية نخلصوا في الأدان تاع البلدية وما عملت لنا حتى شيء، أنبوبة يعني أنبوبة توجي شهرين الفاع طبنا حتى للديار، للديار عنا أولاد صغار هذه دار ولدي ويجي أولاد صغير يطلع غادي كيف طب حتى اللفع حتى عشان حتى للديار ليش هلا نطلبوا إيهي هاتوا نجيوكم هاتوا نجيوكم ومرينا حتى شيء، وهاكم تشوفوا في الوسوخة وفي الدروقة شو كاش واكلتنا والحنوشة والفيران ونعيشوا في التخب. مشينا للبلدية أسيدي إيجوا جيبوا كذا وكذي ها ونخلصوكم مزود فيه، ولميت لميت 100,000 من عن جيران كل حد 11 و21 ها في جيب إلتو ها منيش نكذب عليك ها 100,000 لميتها من عن جيران كل حد أي انتهات مشتئة مجيء البلدية خانصة بولها المزور وشاو عاينوا يا ودي وهاكم جيتوا عاينتوا لعلم كان كيفاش نعيش واحد فيه والتوى مرينا حتى شيء. الهوارية بين الجبال والبحر، مدينة جميلة تستحق أنها تكون وجهة سياحية، رغم أنه أحياء شعبية تعطيك صورة أخرى مغايرة تماما لجمال ساحلها، والمطلوب اليوم هو تدخل السلطة لجعلها وجهة سياحية وأيضا تهيئة أحياء شعبية.